فيديوهات حيكون عذاب صراحة. لا 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 لا. شوف الحين شو بسوي فيهم، كيف بطيرهم كذا. علقنا برا وما حدا عم بيفتح الباب. طلبتني الشاحنة إلا نقطة. هاي للكل، كيفكم؟ صراحة تكونوا بألف خير وأنت عم تشوفوا اليوم. أنتوا بخير، أنا مش بخير. ليش؟ لأنه أول شيء بدنا نركز عليه اليوم بنين بالشوز تبعها بغرفتي. بالشوز تبعها بغرفتي. هاي بداية الفلوج تبعي جايز، تخيلوا. هاي بداية الفلوج، يعني مش هاي جايز كيفكم هلا. أوكي، هاي جايز كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله يومكم كتير سعيد. بس بنين فايتة على غرفتي بالشوز. هاي واحد. ليك وش عم تعمل؟ طلعي. Come on guys. حنروح على مكان كتير حلو هلا بتعرفوه. وثانيا جايز انا غيرت اظافيري وعملتن سن سيلك باي نور ستارز، مكتوب اسمي، مكتوب اسم المجموعه جايز هون، الورده تبع المجموعه، حتى ليكو هي السامبل تبع زيت الخروع، كل التفاصيل والنجوم كتير حلوين جايز، كتير حلوين. طبعا للي مو فهمان انا عن شو عم بحكي، انا عندي مجموعه مع سان سيلك اللي هي هي لشعر طويل وكثيف اكثر كثافه بثلاث مرات جايز. سان سيلك باي نور ستارز تيك اند لونج، لشعر كثيف وطويل برائحه بتجنن. خلينا نشملس. ريحه المنتجات بتجنن، يعني ريحتهم رائعه وبتدوم ل 24 ساعه. يعني بتعرفوا شو عملته نور ستارز كيف ما يكون قوي. تعي بنين، تعي 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 جايز، بعرف انا انسانة كثير مهمة. تعي تعي شمي. اوه نايس. عن جد عن جد عن جد شمي. نايس. وين اخذتيهم؟ وين اخذتيهم؟ سرقتهم سرقتهم. طبعا هي حرامية سرقت تبعي وهي اوريدي عندها. ليكو هدول هن هدول هن بحمامه هدول بس فاضيين. خلصتيهم؟ سو هاد هو المكان اللي بجنن اللي اجيت عليه بفلوج اليوم، يعني يومي جزء منه انا اجي هون لانه بدي اصور فيديو مع مو له لقناته. سو شو الفيديو؟ انا عندي اول شيء مشكل معك. مشكل معي؟ كل يوم انا اقول نور صارت 2 تعال، الحين صارت 4. لا 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 احنا اتفقنا على 3. يلا يلا اليوم 4 خلص. هلا فضحتني قدام الكاميرا. ما تحدي عن جد، يعني مو بلوج، يعني تحدي. خلاص اسمي التحدي. ما واحد تحدي عن جد. شو هو التحدي؟ بالمسبح. اكيد بالمسبح. شو هو؟ شو حنسوي بالمسبح؟ بس هيك نطلع بالمسبح؟ ايه بس في فلوس في جائزة؟ عن جد يعني اوكي اوكي. انا افوز اخذ هاي السيارة. لا لا يعني مش يعني فلوس يعني. خلينا نروح نصور. 10,000 100,000. اوكي لا 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 جوك جوك. 100,000 كذاب والله ما يعطيني 100,000. 100,000 هاي 100,000 اوربيز. اوه اوربيز جايز. هلا هلو. المهم جايز انا كثير متاخره عليه يعني، فخلينا نروح نصور فيديو تبع مو لقناته وبعدين نروح نكمل. ما بعرف شو حيصير صراحه. يلا يلا نحن متاخرين. انا فتت لهون لقيت انس عم بيخنق براشد بس ما لحقنا نشوفه على الكاميرا. بس ليه كنت عم تتخانقوا؟ ليش هذا ما بعرف. اكيد اكيد هو ظالمك. صح. شو عامل لك؟ بحكي لي بدي اعمل مقلب بنور، قلت له لا تعمل. حبيتي؟ واو واو واو. This is for my collection with Sun Silk. واو they did that. Yeah look how close. لمين؟ جايز تبعي تبعي احلى جايز. والله you had beautiful nails. What happened؟ جايز كانوا اظافرها كثير حلوين وقصتهم بس انه قالت سو يو لايك ذيم ها؟ ديد يو تراك ماي شامبو؟ اي دو؟ خلاص خلاص اي ويل جيف يو ايل جيت اند جيف يو يو هاف تو تراي. ما جربت الشامبو تبعي، الشامبو تبعي بجنن. اتس سو جود. سمل سمل ماي هير. لا عم بلا شمي راحة شعري. She's like oh you like it؟ I could live in your head. طب صاير بس
خمسة إلا نقطة. لا 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 ثانية لا ثانية لا 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 بردت ليش؟ تخيلوا إحنا وين هلا؟ وين؟ في السيارة. في أي سيارة؟ تبعيد الثلج. كل واحد الثلج جايز تخيلوا. يعني الواحد ما بيعرف يفيق من الصبح بيصور فلوج عادي مع هالمجنون بيلاقي حاله بالسيارة كلها تلج وبيلاقي حاله نايم على التلج. على التلج لازم ليه؟ أنا آسف لازم أنا آسف اليوم هار هار؟ مين قال لك هار؟ على شي ماما بيقول لك أنا آسف حطك بمسبح مع كل الصبح هاي الآسف وين بدها تنصرف؟ اكزاكتلي ليش آسف؟ آسف مش آسف طب قلنا على القليلة لايك لايك سبسكرايب بعد كل شيء بعد كل شيء خلاص يلا رح نكمل الفيديو تبع مو ايه ايه لا حرام حرام لا بدهم يعملوا فيني وين بني وين بني وين بني وين بني وين عشان هالفيديو لأن هالفيديو ما عم يخلص نزلوا على الماي شوف الحين شو بسوي فيهم كيف بطيرهم كذا طلعت طبعا انا خسرت جايز خسرت بس متت ضليت لاخر ثلاثة بالمسبح سو اوكي بس يعني اعضائي حسيتهم انه جمدوا المهم رح اروح اغير ثيابي بسرعه لانه عن جد عندي اجتماع ولازم لحق عليه وما حاب الغيه قد ما انا جوعانه جايز ليكوا شو عم باكل ليكوا شو عم باكل متت من الجوع صراحه يعني عن جد جوعانه مع انه المنظر ما بيشهي بس انه بالعافيه 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 يا نور قبل تاكل بايدها بالمانيكير بالدنيا ما في اتكيت هلا خلص راح الاتكيت يعني صقر هلا شاف نور الحقيقي خلص بطل انه يقول نور وحلو وبنت والله يا جماعه خلصت الشاور جت عندنا تقول في اكل في اكل انه شو جوعانه جد جوعانه بالعافيه بالعافيه صقر انت صرت محبوب بقناتي العالم بتحبك شكرا 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 احرجتك شكرا I love you too I love you too